السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف. الفيديو التوضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي لمشروع المقر الحديث والرئيسي لمؤسسة الجودي الحديثة للمقاولات العامة بقيادة طبعا المهندس محمد أبو العطا المدير التنفيذي مؤسسة الجودي الحديثة. طبعا تم الانتهاء من توريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي ماركة جري انفرتر. طبعا زي ما احنا شايفين هنا بالنسبة للجزء الأول تم تركيب فيه 20 طن تبريد، عبارة عن 4 ماكينات قدرة كل ماكينة 5 طن. زي ما احنا شايفين التناسق بمنظر جمالي جيد جدا، الماكينات كلها على خط واحد. تم الانتهاء من تركيب وعمل الترمينيشن الخاص بالدكت مع الماكينة عن طريق طبعا الفليكسيبل كونكتور. وطبعا هنا بالنسبة للجريلات لينير سلوت ديفيوزر، وزي ما احنا شايفين بننوع على نقطة مهمة جدا بالنسبة للبلينيوم بوكس، يتم عزل البلينيوم بوكس من الداخل بالايروفليكس ومن الخارج بالفايبر جلاس، لان الرطوبة هنا عالية في جزان فحتى لا يتأثر بالهيوميديتي والرطوبة. وزي ما احنا شايفين بيتم غلق البلينيوم بوكس او تقفيل البلينيوم بوكس بالكرتون لحين انتهاء من تركيب الجبسن بورد من قبل المقاول العام، ومن ثم تركيب الجريلات. طبعا هدفها ان احنا بنحافظ على نظافة الضغط من الداخل، وايضا بنحافظ على عدم دخول اي طيور داخلية. فطبعا زي ما احنا شايفين التناسق والمنظر الجمالي بشكل جيد جدا. طبعا تم الانتهاء من تمديد المواسير النحاسية، متبقي اعمال الترمينيشن. سيتم عمل ترمينيشن قبل تركيب الجبسن بورد مباشرة، وزي ما احنا شايفين ان مكيف جري بيمتاز بماسورة الجرافتي وماسورة الووتر بامب، بالاضافة ان هي مكيفات واي فاي. زي ما احنا شايفين التناسق بالمنظر الجمالي بشكل جيد جدا. المواسير النحاسية ممددة داخل لي فليكسيبل جرجوري للمحافظة على العمر الافتراضي للمكيفات النحاسية للمواسير النحاسية. وبالنسبة للدور المزانين تم تركيب فيه مكيفين قدرة كل ماكينة 5 طن بإجمالي 10 طن تبريد. زي ما احنا شايفين المواسير النحاسية ممددة داخل لي فليكسيبل جرجوري خارجة على الوحدة الخارجية على طول. طبعا الدكت هنا زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الله بطول جيد جدا، لانه الاستاتيك بريشر الخاص بالماكينة 5 طن نقدر نتحكم فيه، استاتيك بريشر كهاي استاتيك او لو استاتيك. طبعا مع زيادة هذا الدكت نقدر نفعل الهاي استاتيك الخاص بالماكينة. طبعا عندنا هنا الدكت نظام سايد وول جانبي، نظام كولر في الدكت بار جريل اللينير بار جريل. اما بالنسبة لجزء الاستقبال والمكاتب الادارية، تم تركيب مكيفين قدرة كل ماكينة 5 طن باجمالي 10 طن تبريد. طبعا عندنا برضو البلينيوم بوكس، زي ما احنا شايفين التناسق والمنظر الجمالي بشكل جيد جدا. تم تركيب البلينيوم بوكس اكس تو اكس اكس، وايضا تم تمديد المواسير النحاسية. زي ما احنا شايفين التناسق والمنظر الجمالي بشكل جيد جدا، وتوزيع الجريلات لينير سلوت ديفيوزر. اما بالنسبة للدور الميزانين من المكاتب الادارية، عبارة عن مكاتب ادارية. هنا طبعا عندنا مكتب تم تركيب هنا مكيف اسبلت 18000 وحدة، 1.5 طن تقريبا. طبعا تم تأسيس مواسير صرف التكييف بالاضافة الى تأسيس المواسير النحاسية. زي ما احنا شايفين احنا هنا شغالين البوكس الخاص بينا تقريبا على 55، لانه الجبس هنا هيكون تقريبا من 15 الى 20 سنتي. طبعا وبالنسبة للمواسير
الدرين بايب داخل الجدار يتم عزلها بالبلاك تيب للمحافظة على عدم وجود تكثيف داخل الجدار، لأن الرطوبة هنا عالية في جيزان جدا، ومبدأنا أعمل لأسوأ الظروف تحصل على أحسن النتائج. وبالتالي هنا المكتب الإداري رقم 1 هنا هيكون في هذا الجزء، والمكتب الإداري رقم 2 طبعا احنا تقريبا المكتب بداية المكتب هذا العلام ونهاية المكتب مع هذا العلام. وبالتالي احنا بنركب المكيف سنتر، بنيجي من السنتر تقريبا 40 سنتي يسارا لكي يتم الحصول على المكيف، يعني تقريبا العلام الاحمر ده هو هذا المكيف. فاذا حابين ان المكيف يكون سنتر غرفة، بيتم تأسيس مواسير صرف التكييف بالإضافة إلى المواسير النحاسية 40 سنتي يسارا. وهنا المكتب الإداري رقم 3 برضو كذلك تم تأسيس المواسير النحاسية وتأسيس مواسير صرف التكييف. وبالنسبة طبعا لمكتب المدير التنفيذي، طبعا هنا عملنا النظام كونسيلد مخفي، ونظرا أن السقف منخفض إلى حد ما، تم تركيب الماكينة في هذا الجزء مع تركيب الضغط بجانب الجدار مباشرة، ومن ثم سيتم تركيب لينير بار جريل عن طريق الكولر في هذا المكان. وأيضا تم تجهيز مواسير صرف التكييف. طبعا المكيفات زي ما احنا شايفين ماركة جري انفيرتر. وتم الانتهاء من تركيب الوحدات الخارجية زي ما احنا شايفين بمنظر جمالي جيد جدا، وفي ارتفاع مناسب عشان سهولة الصيانة والتشغيل فيما بعد. طبعا زي ما احنا شايفين المكيفات ماركة جري اير كونديشنر انفيرتر موفرة في الطاقة بنسبة 40%، وزي ما احنا شايفين المواسير النحاسية ممددة داخل لي فليكسيبل شارجوري المحافظة على العمر الافتراضي للمواسير النحاسية. وزي ما احنا شايفين احنا تقريبا بالتنسيق مع فتحات الكور بيتم فتحات الكور مقابل الترمينيشن، يعني الترمينيشن الخاص بالوحدة الخارجية او توصيل المواسير النحاسية بالوحدة الخارجية على يمين الوحدة مباشرة، طبعا في اتجاه الكاميرا على يمين الوحدة، على يسار الوحدة نفسها. وبالتالي الماسورة النحاسية بتنسيق فتحة الكور مع راعي الكور عشان يتم المحافظة أيضا على المنظر الجمالي من الخارج. هذا المكيف برضو كذلك يتم عمل ترمينيشن على الوحدة مباشرة، هذا المكيف يتم عمل ترمينيشن على الوحدة مباشرة، وبالنسبة للمكيف الأعلى كذلك يتم عمل ترمينيشن للدور الميزانين على الوحدة مباشرة وهذا المكيف. فدايما بيكون في تنسيق يهمنا المحافظة على المنظر الجمالي بشكل جيد جدا للمواسير النحاسية، وأيضا بيتم تغطية الوحدة الخارجية بالكرتون زي ما احنا شايفين لحين عملية الاختبار والتشغيل. وده كان فيديو توضيحي يوضح آلية توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي بمشروع الكيان الرئيسي لمؤسسة الجود الحديثة للمقاولات. تحياتي المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف.